أهلا بحضراتكم. هنتوقف اليوم مع سيرة فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب أو قارئ النصر، الذي تلا آيات بينات من سورة آل عمران، وبالتحديد آيات النصر: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، صدق الله العظيم. كان ذلك في مسجد الإمام الحسين في صلاة الفجر يوم العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر عام 1973، وهو لا يعلم أن بعد ساعات قليلة سيعبر أبطال القوات المسلحة المصرية قناة السويس ويرفعوا العلم المصري على الضفة الشرقية للقناة ويبدأ النصر. كان الشيخ شبيب رحمة الله عليه، وهذه الآيات هي فأل خير لمصر وللأمة العربية بأسرها. الشيخ شبيب في مصر، دولة التلاوة. امتلك الشيخ محمد أحمد شبيب صوتاً دافئاً مرناً، تفرد بجمل نغمية جديدة من ابتكاره، ويقال أنه كانت لديه قدرة على أداء الجملة الواحدة بعشر طرق مختلفة. ارتبط الشيخ شبيب في أذهان المصريين بأنه قارئ النصر وأنه صاحب البشرى، وذلك لافتتاح قراءته في الإذاعة فجر العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، بآيات النصر من مسجد سيدنا الحسين بالقاهرة، ليبقى اسمه في كتاب التاريخ مقترناً بيوم العزة والكرامة.